سي اتش شو المركز الحظ الثاني ديال السلي البرنوسي كيشهد حفل توزيع حقائب ومعدات مهنيه لفائده المستفيدين. شحال عدد المستفيدين وفي اي مجالات غادي تهم هاد المعدات؟ في اطار السياسه المولويه الرشيده ديال صاحب الجلاله نصر الله وفي اطار خلق فرص الشغل قامت جمعيه التدبير وتسيير مركز الحد الثاني في اطار دعم مباشر من عماله مقاطعه السيد البرنوسي، ومن هذا المنبر هذا تنوجه رساله شكر وتقدير للسيد العامل وايضا للطاقم ديال القطب الاجتماعي اللي داروا واحد العمل جبار وواحد العمل اللي من خلاله استهدفنا هاد الوليدات هادو اللي في المركز ديالنا واللي تبتوا الجداره ديالهم، لان درنا واحد العمليه ديال ان كاين هناك البعض اللي بغى يستافد في اطار مقاول ذاتي، عنده رغبه ديال العمل والفكر المقاولاتي، ولكن هناك ايضا بعض الوليدات اللي يفضلوا مثلا يخدموا في اطار القطاع الخاص وفي اطار الشركات اللي كاينه اللي متواجده في الحي الصناعي. بالتالي هاد المبادره تتضم 35 مقاول ذاتي من الوليدات من المستفيدين من مركز الحظ الثاني سيد البرنوسي. من خلال قام بتجهيز ديالهم بمعدات الحمد لله اللي غتفتح لهم افاق مثلا مستقبليه الاوليه باش يمارسوا الاعمال ديالهم والاشغال ديالهم في اطار حرفي احترافي. سي تشو عندكم في المستقبل القريب يعني شراكات مع المركز لتطوير يعني القدرات ديال المستفيدين والمقاولين الذاتيين في المركز؟ بعد التجهيز يعني بالمعدات والاليه ديال الاشتغال درنا واحد المنصه رقميه باش تكون واحد المواكبه ديالهم والمتابعه ديالهم للاشغال ديالهم مستقبلا، وايضا توفير فرص شغل لهم من خلال باش يستثمروا هاد المعدات. هذا درنا واحد المنصه رقميه، هاد المنصه الرقميه سميناها الو حرفي. هاد الو حرفي تتمكنهم باش يوفروا لهم الطاقم المشرف على هاد المنصه الرقميه، يوفروا لهم واحد الفضاء ديال الشغل، يوفروا لهم واحد الفرص ديال الشغل باش ان شاء الله تكون عندهم الديمومه والاستمراريه في الشغل ديالهم. كنت كنقرا في مركز الحد الثاني وكنشكرهم على هذه المبادره طيبه، وكانت مبادره في مستوى يعني يمكن لينا بزاف ديال الافاق نتجهوا لها بسبب ديال المعدات وهذا الشيء اللي خدينا من عندهم، يعني كاين المساعده الحمد لله. وكنشكروا السيد الرئيس ديال المركز او الجمعيه، وكنشكرهم بزاف على هذه المبادره اللي داروا معنا، ويمكن لينا بزاف ديال الحوايج نبدلوهم ونغيروهم في الحياه ديالنا يعني غير بهاد طريقه زوينه، يعني كاينه الاستفاده، يعني اذا استفدتي من هاد الدوزان تقدر تنفع بهم راسك او تنفع بهم الاخ ديالك ولا كذا، يعني حتى هو تساعده بانه يدخل نفس الدومين. بزاف ديال الحوايج يعني عندك افاق متعدده تقدر دير، وبغينا كاع الناس يشاركوا معنا الا كانوا يجيو يقراو وكذا، ويعني بنادم ما فيه باس انه يعني الا بغى يقرا ولا شي حاجه، وكنتمناو كاع الناس يكونوا بحال ما هكا.